أسئلة عديدة، ولكن نأخذ سؤال المتصلين. الأخ يعقوب يقول: هل هناك أو ما العلاقة بين اليهود وبني إسرائيل؟ بنو إسرائيل بعث موسى عليه السلام ليخلصهم من فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يمعن في إذلالهم، فكانت رسالة موسى عليه السلام رحمة لبني إسرائيل، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم على يديه، وخاطب فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل وألا يعذبهم، وحصل الذي حصل، وأهلك الله تعالى فرعون ونجى الله تعالى بني إسرائيل، وكانت تنجيتهم بالسبب الذي هلك به فرعون، كان نفس السبب سبب هلاكا لفرعون وتنجية لبني إسرائيل. قطعوا البحر، شق لهم البحر فقطعوه بعدما ضرب موسى بعصاه في البحر، وعندما دخل فرعون وجنوده وراءهم مطاردة لهم، يعني ثابت أمواج البحر عليهم، فكان ذلك سببا للغرق. وهذه آية من آيات الله. ولكن بني إسرائيل مع هذا كله لم يشكروا هذه النعمة، فظلوا يتمردون على موسى عليه السلام، خرجوا من هذه المحنة ومن هذه المصيبة، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غريب. نجاهم الله تعالى في ذلك، وعلموا أن هذه التنجية من الله، وإذا بهم يقولون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكذلك بالنسبة إلى عبادتهم الأجل وتمردهم عليه وقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كل ذلك. وعندما أرادهم لمقاتلة الجبارين أبوا، فظلوا في التيه 40 عاما حتى مات موسى عليه السلام، ومات هارون، مات هارون قبل ذلك، ثم مات موسى عليه السلام، حتى نشأ جيل جديد، جيل كان يحمل هذه الأمانة. ثم بعد ذلك يعني فتح الله تعالى لهم الفتوح، ومن عليهم بالخير، ووجد فيهم داود وسليمان، وكانا نبيين وحاكمين، ومكن لهم في الأرض، وآتاهم الله تعالى من الخير ما آتاهم، إلا أنه ما كاد يموت سليمان إلا وقع الشقاق فيما بينهم، ووجد بينهم من أخذ في عبادة الأصنام، وانحرفوا عن السبيل، وضلوا ضلالا مبينا، وهذا الذي أدى إلى أن يسلط الله تعالى عليهم البابليين، وساموهم سوء العذاب، ثم رجعوا والتأم شملهم وتآلفت قلوبهم، وإذا بهم يعودون إلى غيهم، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الرومان، وساموهم سوء العذاب أيضا في عهد أنطونيوس الإمبراطور الروماني. كل هذا كان بسبب هذا التمرد. فإذا عندما يأتي القرآن ويشدد عليهم في الخطاب، إنما لأنهم كانوا هم أولى الناس بأن يؤمنوا، من حيث إن عندهم علم الكتاب، ولكن مع ذلك كانوا سببا للوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وتحديه، وقد كذبوا الأنبياء الذين بعثوا من عنصرهم من قبل، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، وفعلوا ما فعلوا في الأنبياء بأنبيائهم الذين هم بعثوا من عنصرهم، كقتلهم زكريا ويحيى عليهم السلام. فهذا كله من جرائمهم، ولذلك نجد أن وهم بعد سليمان عليه السلام وما وقع عندهم من الحراف عرفوا باسم اليهود. هذا هو المشهور، أو هذا هو الأصح، ما كان اسم اليهود معروفا من قبل، لكن إنما كان بعد ذلك نسبة إلى يهوذا، لأن سبط يهوذا هو الذي اتجه إلى هذا الاتجاه.